عم نحكي موسيقى بس بدنا نحكي كمان كلام رائع عن جد، كل صورة موجودة بكل غنية من أغاني الرحاب ناشي، كتير رائع. بونجور. بونجور كاتيا، بونجور إلي، بونجور للمشاهدين. اليوم الحلقة المنتظرة تبع اللي هي تحية لسيدة فيروز. أكيد نحن بلشنا بأول جزء كان نهار عيدها لسيدة فيروز، واليوم عم نعمل تاني جزء. مثل ما قلتي كاتيا، الحلو بأغاني فيروز والرحابني قدي كل ما بنسمعهم على طول في مجال نكتشف شيء جديد. يعني طبعا وقت واحد بيسمع اغنيه لفيروز، اول شيء هو صوت فيروز اللي بيسحره للانسان وبياخده على غير مطرح. بعدين بالمرحله اللي بعدها بصير يركز على اللحن، بعدين على الكلمات. يعني شو هالشغله عن جد؟ يعني مثل ما بيقولوا عن البينتينجز نفس الموضوع. يعني وقت واحد من هول البينتينجز المهمين، كل ما واحد بيطلع فيها بيكتشف شيء جديد فيها. نفس الموضوع اغاني فيروز. شو رح نكتشف هلا؟ اوه رح نكتشف كثير اشياء. هلا طبعا بلشنا باغنيه اللي هي من الاغاني اللي غنتها السيده فيروز بالفصحى من كلمات والحان الاخوين رحباني. هلا الاغنيه اللي بعدها رح نسمعها، رح نجرب انه فينا نسمع اغاني اليوم. هي اغنيه للاسف بالاعلام ما كثير بنسمعها، اللي هي يمين الحبايب، اللي هي اغنيه فعلا ولا احلى من هيك، وقديشها فريش وبنفس الوقت بنحس هيك افيه المي تبع بيروت. صح، المينا. بقى رح نسمع هلا يمين الحبايب كمان من كلمات والحان الاخوين رحباني. يمين الحبايب يا بيروت، يا شط اللي دايب يا بيروت، يا نجم بحري عم تتمرجح على المي، يا زهرة الياقوت يا بيروت. عم يلفوا المراكب والقصص الغرايب، غنية السفر والدهب والهوى بالشوارع والقمر اللي ضايع، عم يزرعوا الفرح والدعم. هديتك الطفولي صورة الخجولي أزهرة الياقوت. يا مين الحبايب نجمي بحري عم تتمرجح على المي، يا زهرة الياقوت يا بيروت. و
وحكاية بيروت حكاية الرصيف التعبان بالناس وبالحيطان بالأمل العنيد بسكك الحديد بصوات الفرح والهرام والزمان نتابع ميوزيكال مع غسان يمين. منال منشكرها على أكيد هالصبحية الرائعة والصوت الحلو. طبعا بدي أحيي كتير منال بوملهب اللي هي طبعا أستاذة غناء الشرقي بالإيكول ديزار. بدي أحيي عبدو بوملهب على الكيبورد اللي هو خيال منال وعطول هن سوا. وعندنا بشار إدريس على الفيولون كمان أستاذ بالإيكول ديزار. جاد بعيون على كتير آلات على العود والبزق والجيتار. وعندنا أكيد محمد ظاهر على الإيقاع. مثل ما سمعنا هيدي الأغنية عن جد قدي فيها هيك نوستالجي لبيروت ولكل التفاصيل وبتحكي عن سكك الحديد وبتحكي عن يا محلى هذيك الايام شو بديش بحاجه لهيك شيء عن جد. بدي احكي هيك كم شغله يمكن شوي منوعه اليوم بقصص فيروزي هي يمكن الناس ما بتعرفها. ببدايتها لفيروز في ناس لحنولة اللي نحن يمكن اليوم مش عارفين انه لحنولة. يعني في سليم الحلو اللي هو طبعا عنده دور كتير كبير بالكتب اللي عملها، كتب النظريات الموسيقيه، كتب الموشحات، فعلا كان عنده دور كتير كبير. وطبعا كان هو كمان استاذ بالمعهد الوطني. في خالد ابو النصر كمان كتب له لفيروز. محمد فليفل اللي هو كانت اكتشافه بالاذاعه اللبنانيه وكانت بالكورس، وهو اللي عرفه على حليم الرومي طبعا. وحليم الرومي اللي كان عنده الدور الاكبر ب اولا انه اعطاه اسم فيروز صار اسمه الفني، وبعدين هو اللي عرفه على عاصي الرحباني. بقى هيدي معلومه كتير مهمه نقولها. وانطلاقا من هون طبعا هذا الكيمستري اللي صارت بين فيروز وعاصي ومع منصور لاحقا هي اللي خلقت هذا القرار عند فيروز بالنهايه انه يعني تبقى بس معهم، ومنه انطلقت على الباقيين. يعني رجع صار فيه كليا كوعت الاشياء، يعني غير ما كان اصلا رسم له حليم الرومي هذا الموضوع. الاغنيه رح نسمعها هلا هي طبعا من اعمال كمان حدا كتير مهم اشتغلها لفيروز اللي هو فيليمون وهبه. وفيليمون وهبه كان على طول الرقم الصعب بريبرتوار فيروز، لانه كانت كل ما يعطوه عاصي ومنصور كلمات الأغنية بمسرحية من مسرحياتهم أول هت يطلع هي أغنية فيليمون. وهذه كانت شوية تخلق أزمة بين فيليمون وعاصي منصور. بس الأخوين رحباني هالقد كان عندهم نسبة ذكاء أنه عرفوا أنه بالرغم من التنافس الإيجابي خلينا نقول بيناتهم، بس كان عنصر فعلا مساعد جدا لنجاح أغنية ومسرحياتها لفيروز. كانوا عارفين كمان أي لحظة وأي غنية يعطوها يعني لأستاذ فيليمون، ويعني كمان هون في إدارة كثير مهمة. طبعا طبعا ما هيدي النظرة الصح كانت للأخوين رحباني يعني، ولا فيروز اللي كانت طريقه اداء لاغاني فيليمون كانت كمان مميزه جدا. وعملها طبعا اغاني يعني ليست كثير طويله ما رح نذكرها. هلا رح نسمع اغنيه اللي هي ليلي بترجع يا ليل من 1970 من كلمات الاخوين رحباني والحان فيليمون وهبه. منال ابو ملهب وبتسقيهم يا هالليل
نحن بدنا نقول انه اليوم الحلقه عنوانها تحيه الى فيروز، وتحيه ما بتنطر موعد وما أكيد. بتنطر مناسبه، هي تحيه دايمه لشو إلها بقلبنا وشو إلها بكل هالمكتبه الموسيقيه العظيمه يلي بلاها بعتقد موسيقتنا وهويتنا الموسيقيه ناقصه. بدون شك اللي كلامك كثير صحيح، لانه عن جد كل يوم هي موجوده بحياتنا فيروز، من الصبح لليل لكل المناسبات اللي بتمرق معنا، في حزن وفرح ووطني ووجداني وديني، يعني ما ضل في شيء ما تطرقت له باغانيها سيده فيروز اكيد. وهون لابد ما نقول انه قد ايه كانت، بالرغم من انه كان في مرحله معينه يعني اللي كنت عم بحكي عنها وقت صارت شوي نوعا ما شغله بس مع الاخوين رحباني، قد ايه كان نوعا ما مسلمه حاله حتى فنيا يعني بالخيارات لعاصي ومنصور، بس بوقت من الاوقات حست انه في شيء هي عبالها تقوله بمطرح معين، وهي يمكن هيدي المرحله اللي طبعت مرحله ما بعد الاخوين رحباني. هلا بهيدي المرحله الفاصله رح نسمع هلا هيدي الاغنيه اللي هي كانت يعني من مسرحيه بترا، خدني يا حبيبي. مسرحية بترا هي آخر عمل مسرحي قدمته مع الأخوين رحباني سيدي فيروز، وبعدها صار الانفصال للأسف. بقى خدني يا حبيبي عباية مالو بواب، نحن رح نختم فيها ميوزيك المشاهد، رح نختم أكيد مع هالأغنية. عاصي منصور مع فيروز، هن نحن صحيح. نحن هن شخصيتنا، ما بعرف كيف كان وجه لبنان او كيف كان كلمه لبنان على دينينا بدون وجود هالثلاثي. صحيح. بقى هلا دونك تحيه كبيره للسيده فيروز من القلب، وبس بعطي موعد المشاهدين نهار الخميس عندنا حلقه خاصه بميوزيكل لعيد العشاء. منال بوملهب لك، وشكرا للموسيقيين. خدني يا حبيبي عباية مالو بواب، خدني يا حبيبي عقمر الغياب، انساني بالغفا بأيام الصفا، فترجع الليالي بيرجعوا الأحباب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، خدني الفرح عالطريق، حبك بيحصدني وما عندك رفيق. خدني ولا تاخدني الفرح عالطريق، حبك بيحصدني وما عندك رفيق. يا أمير السيف وإن أخدت الصيف، بشوفك وما بشوفك وضايع بالدبار. خدني يا حبيبي عبيت مالو بواب، خدني يا حبيبي عقمر الغياب، انساني بالغفا بأيام الصفا، بترجع الليالي بيرجعوا الأحباب. يا حبيبي